مساء الخير من جديد مشاهدينا والقسم الثاني من حكي ميديا. مخبيتين شغلات ظريفه لا هلا رح نشوف مع بعض. البدايه مع زوجه بازل خياط يلي اثارت رواد انستغرام هالمره لما نشرت صور لها هي وحامل على انستغرام. رح نشوف الصوره. اسمها ناهد زوجة بازل خياط وعم تقول انه هنن عم ينتظروا فتاة، فبدنا نقول لهم مبروك. الف مبروك. اكيد رح ننتقل لموضوع ثاني. وزير الخارجية البريطاني نسي جنسية زوجته. Also, my wife is Japanese. My wife is Chinese. Sorry, terrible mistake to make. We spoke in Japanese at the state banquet, but my wife is Chinese and my children are half Chinese, and so we have grandparents, Chinese grandparents who live in Xi'an. In fact, we came to China for our holiday in April, but not on an official visit. Also, my wife is Japanese. My wife is Chinese. Sorry. اكيد ما نام بالبيت. لكن منيح الجنسيه في عالم تنسى الاسم وتفوت بالفعل. تعالوا نقرا بعض التعليقات اللي اجت على الفيديو. حاتم عم يقول عادي جدا، لكن النساء بتعتبر مثل هاي الامور خيانه دوليه، خيانه للدوله، وتطبق على مرتكبها اقصى العقوبات. وكمان محمد عم يقول احيانا ممكن تنسى اسم زوجتك على راي روان. هاي مهينة مروة كتير. ممكن من كثر المشاغل الله يعينه. بس هو كانه بيحكي كمان الياباني، عم يقول انه كنا عم نحكي بالياباني باحد مأدوبات الرسميه. عم بخبط بجوز هيك، بس بعدين فاهميه انه كان. لا لا انا ما عم برر له، انا بس بدي اوصل لنقطه ثانيه انه قارن بينه وبين وليد المعلم، مع انه يعني وزير خارجيه بريطاني وبيحكي اللغه اليابانيه المعروف قديش صعبه، يعني مو انه مثلا فرنسي شيء سهل على الريب على الانجليزي. ممكن يخطر على بالها كمان انه يكون في وحده يابانيه بحياته. لك لوين اخذتنا روان. هلا هو شوفي يعني اذا محمد كان عم يقول ما نام بالبيت روان هلا بده تطلقهم وحده. شو بدك تقول؟ لا بس يعني بدي اقول انه هو تفاصيل جد الرجال احيانا مو من باب شيء، بس ما كثير بدقوا على التفاصيل، بينما الستات دوما يعني بيضلوا يا زلمه ولو كان بس هي ما لها تفصيل يعني. تفصيل لون شعر تياب اوكي فهمناها، هي صرنا نقدر يعني بالايام بس او شو مغير فيني او بس مو انه ياباني او هلا بجوز كمان نحن العرب او السوريين بالنسبه لنا انه يابانيين صينيين نفس الشيء، انه خلص عيونهم هيك خلصت. بس هو مو معقول يكون هيك يعني عنده. على كل إن رح نضل بموضوع الرجال وعمايلهم، رح نشوف خوف الرجال من الزواج. شوف الطريقة اللي حكيت فيها؟ عمايل مبين. مستعجل شو محمد نفرح فيك قريبا؟ هلا هو مو عمايل الرجال، يمكن بجوز لانه الستات بيعملوا عمايل فهن بيهربوا من قصه الجازه وال... هيك مو لانه بس على فكره كله هذا حكي بحكي، هن بيستعجلوا اكثر وبيحبوا اكثر يعني موضوع المستعجل بس هي تمثيليات. ايه طبعا مجرد مو حقيقه. بالختام رح نشوف راي اليوتيوبر احمد مساد بتحدي كيكي. شو هذا؟ ايفون؟ بشوخ بالجمهور وبالاخر طلع جواتها كيكي.
نعم ابو اللي طرقك ارحموا اهلنا يا جماعه الخير. هلكتونك كيكي بحياه والديك ووالدك. الله يخليك ويخليكي ان شاء الله. لا هي تخلص لك مسرياتك ولا هو يبكيكي. خلص بكفي ابوس ايدك وهلكتونا فيها. هاي شو اسمه شوقنا اكثر شوقنا اشتقنا. يا شكر حتى انت يا صديقتي دينا حبك عمرو دياب وما خلصنا. غنالك برج الحوت وما خلصنا. لو ايش طالعه هيك مثل الفضائيين بترعبي. وفاتحه باب عمو عمرو شكله هو قاعد بصور فيها. معه حق لانه عن جد انا كل شوي بقول يعني رح تخلص موجه كيكي. لا ما عم تخلص يعني كل ما عم تنتشر تتمدد بس هي الاسماء غير شغلات مثل بزمان والتحديات اللي صارت تحدي الثلج مثلا. ايوه مثلا بس كان له هدف تحدي الثلج يعني كان عم يساعد عالم بس انه هون يعني حتى صراحه والله باسف على التقليد الاعمى يعني على شيء يمكن ولا شيء مثل ما قلت يعني ما فيه مثلا نتيجه معينه. بعدين ما بعرف عم نشوف كثير حوادث عم بتكون ما بعرف اذا حقيقيه ولا لا اللي انسرقت شنطتها مثلا او اللي ضربتها سياره او ما بعرف. هلا تعليقا كمان على الفيديو تبع احمد انه عم يقول لدينا انه غنى لك برج الحوت انه لا الغنيه اللي بحبك موت بحبي برج الحوت وقتها هداها عمرو دياب لبنته لانه بنته من برج الحوت. يعني احمد كمان ما تخلط كثير الامور ببعض المعلومه. بس دائما احمد عن جد عنده تعبير للقضايا بطريقه فظيعه بتكون هيك بقهر كثير مهضوم كثير مهضوم. على كل انا خلص الجزء الثاني من حكي ميديا بدي ودعكم. ايهم محمد بدلعوني محمد بس بدلعوني ايهم محمد وروان وكمان مشاهدينا بدي اتمنى لكم ليله سعيده. شكرا كثير لك الاء. نحن مشاهدينا مكملين معكم في بعد الفاصل شوط اضافي انتظرونا.